كلية هندسة اشتركنا مع شباب في مشروع التخرج بتاعهم حولنا عربية بنزين لعربية كهرباء. الفكرة فيها والمميز فيها ان هي بتتشحن من اي كوبس عادي في اي مكان، ما بتحتاجش ان احنا نحول الثلاثة فاز وبعد كده نرجع نحول تاني زي في اي بنزيمة او زي دلوقتي في اي عربيات نازلة. الميزة كمان ان احنا ما بنصنعش، احنا بناخد العربيات القديمة اللي ممكن تترمي او ممكن ما بتشتغلش تاني او الحاجة بتاعتها استهلكت ما عادتش صالحة، ان احنا بنحولها لعربية كهرباء وبنشغلها بطريقة بسيطة جدا